واحد من أعظم الأهداف في قمة العشرين هو تمكين الإنسان بإتاحة الوصول للفرص ودعم التوظيف في عالم عمل متغير، ما يجعل تمكين المرأة ضرورة والتزام. فالمرأة جزء لا يتجزأ من النمو المستدام. الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين تلتزم التزام كامل بمعالجة تحديات تمكين المرأة بوضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والفتيات، حيث أن النساء تشكل ما يقارب 50% من عدد السكان، إلا أن 39% يشكلن القوى العاملة عالمياً، و36% من النساء يعملن في مناصب تابعة للإدارة العليا، 18% من النساء في مناصب قيادية تنفيذية. فالتمكين لهن يعني دعم التمثيل الاقتصادي للمرأة في القطاع الخاص في دول مجموعة العشرين. تعد مجموعة المرأة العشرين إحدى مجموعات التواصل التابعة لمجموعة العشرين التي تركز على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتسعى المجموعة إلى وضع التوصيات واقتراح السياسات الداعمة لأولويات تمكين المرأة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين. من المهم استمرارية العمل، وضعنا قضايا في غاية الأهمية، منها شمول المرأة في اتخاذ القرار، شمول المرأة في العمل، شمول المرأة المالي، شمولها التقني، والتأكد من وجود صوت المرأة ومشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، ووضع اعتبارات واحتياجات المرأة في صميم أعمال مجموعة العشرين. مجموعة المرأة العشرين تلتزم بضمان تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة الفاعلة والعادلة في صناعة القرار في مختلف القطاعات، فالأعمال والجهود المشتركة تساهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح المرأة في بيئة العمل. من الرياض، نجس العوامي، MBC.